المنطقة اللي ورايا هذه هو بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، ومن عندها أول مكان زار النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وأول مكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه وقت الهجرة. والأمر بالهجرة ما جاء عبد، بل جاء بعد فترة طويلة من قصة المشركين على المسلمين. فإيش هذا المكان؟ كل هذا هنعرفه في الحلقة هذه. هلا والله، كيف حالكم؟ معاكم أبو صليط. تخيل معايا، انت الان موجود في السنة 13 من البعثة، زي ما هو موجود في الخط الزمني هذا اللي حيبقى معانا من هذه الفترة الى ما بعد الهجرة. تمت بيعة العقبة الثانية، اللي تخيل نفسك انت كنت واحد من الانصار اللي سكان المدينة، موجود وقتها لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. بايش؟ بالولاء والمعاهدة لحمايته والدفاع عنه وعن اخوانك المسلمين. فبعد هذه البيعة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المسلمين. تخيل معايا، انت في مكة فجأة تشوف الناس المسلمة قاعد تخرج من بيوتها، والكل خارج من بيته بهدوء وسايب غراض وغراه. يهو، فين رايحين؟ قريش بيعذبونا تاني ولا ايش؟ فين رايحين يا جماعة؟ تسمع واحد يقول لك بصوت هادي، أذن لنا النبي بالهجرة، أذن لنا النبي بالهجرة، أذن لنا النبي بالهجرة. واحد يشدك لجهة المدينة وانت تقول فين هاجر؟ فين هاجر؟ ليثرب ليثرب، اخيرا حبيب من دولة الاسلامية، اخيرا اخيرا بعد الاضطهاد اذن لكم الهجرة الى مكان لإقامة العاصمة الاسلامية الاولى. اخيرا الهجرة ليثرب او المدينة المنورة. الحياة ما كانت سهلة ابدا، تعذيب اضطهاد خوف في كل مكان، كنت بحاجة لشيء ينقلك من الذل للعزة. الحاجة لبناء مجتمع إسلامي صارت أكثر إلحاحاً، ولهذا جاءت الهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين بالهجرة، فكان على كل مسلم أن يترك كل شيء يحب، بيته، أهله، ممتلكاته، أصحابه، وحتى ذكرياته، وكان عليهم أن يتوجهوا إلى مكان جديد، مدينة جديدة ما يعرفوا عنها الكثير، ما يعرفوا عنها شيء، ولكن كان عندهم يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى هيحميهم فيه. الهجرة كانت مختلفة تماما عن هجرة الحبشة. فالمغزى من هجرة الحبشة هو الهروب من الظلم، وكان الهدف الأساسي منه هو النجاة بأرواحهم. أما الهجرة للمدينة اللي هي يثرب، فكان الهدف هو بناء دولة إسلامية جديدة، أو بناء دولة جديدة وتكون فيها العاصمة الأولى للإسلام. كانت الهجرة هي هدف استراتيجي عشان يتحقق هدف أكبر بكثير من بس النجاة بالأرواح، وهو إقامة دولة وإقامة مجتمع إسلامي على المبادئ اللي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بدأت تقسم مجموعات، وانت في مجموعتك، وبدأت وانت تشوف مجموعة مجموعة بدأت تتحرك للمدينة. اخيرا حرفتك من مشاكل قريش، اخيرا. ولكن انت مهاجر تستوعب انك تارك ايش؟ تارك كل شيء وراك، كل حاجة تحبه وتاركه في مكة وراك، كل شيء، اهلك، بيتك، فلوسك، ممتلكاتك، كل شيء. تطول يمينك تلاقي واحد تارك زيك، تطول يسارك تلاقي واحد برضو تارك زيك، الكل نفس الاحساس. تطول وراك تلاقي واحد صابر مضحي، وجهه كذا فيه ملامح، مين هذا؟ هذا ابو سلمة. ابو سلمة هذا لما قرر يهاجر كان يبغى ياخذ زوجته وولده معاه، لكن واجه معارضة كبيرة من اهل زوجته لانهم كانوا كفار وما كان يبغوا بنتهم تفارقهم. فجوا الاهل قالوا لابو سلمة انت حر تهاجر، لكن زوجتك وابنك هيبقوا معانا هنا. والموضوع هذا ما كان بس مجرد كلام، لا، نفذوا قوتهم واجبارهم عليه واخذوا زوجته بالقوه. بس الموضوع ما وقف هنا، اتصاعد لدرجه انه اهل ابو سلمة عرفوا عن الموضوع وراحوا لاهل زوجته وطالبوا بالولد الصغير. وهنا بدات مضاربه بين اهل ابو سلمة واهل ام سلمة. يا جماعه هدوا، ما يحتاج المشاكل هذه، كل واحد يبقى وضع مره متنشن. مضاربه، كل واحد يشد الثانيه، كل واحد يشد الولد الصغير، من هنا شد ومن هنا شد. يا جماعه الولد الصغير خلاص عند الولد. في النهاية أخذوه أهل أبو سلمة. فوجه أبو سلمة لما شفته وراك كان يحكي كل القصة هذه اللي دوب قلت لكم هي، ولكن كان صابر ومحتسب وهاجر لوحده تاركا زوجته وولده في ألم. أما أم سلمة بقيت قاعدة في مكة تعيش ألم الفراق. كانت كل يوم تخرج، كل صباح تخرج تبكي على فراق زوجها، سنة كاملة على هذا الحال من الحزن والألم. كانت تعيش في ظل الخوف والقلق على مين؟ على زوجها وعلى ابنها، ولا أحد منهم معاها. كانت تلك اللحظات من أصعب اللحظات عليها، ولكن بعد مرور عام كمان رق قلب أهلها عليها. فجاء واحد من الأهل وقال للكل، أما رقت قلوبكم لهذه المرأة؟ إلى متى قلوبكم قاسية عليها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. وقتها فعليا رقوا قلب أهلها وسمحوا
لها بين تلحق بزوجها. وبس من هنا أم سلمة حصلت على الإذن من أهلها، قاعدة تحضر أغراضها عشان تهاجر، فأخذت ابنها وتحركوا نحو المدينة. ترى طريق مدينة لمكة مو سهل، ها كان فيه جبال شاهقة والدنيا مبوعرة، مرة ما كان سهل. وفعلا تحركوا، وهم في نص الطريق لقوا واحد اسمه عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة هذا كان من أهل مكة وكان لسه كافر في ذاك الوقت، يعني كان لسه كافر. بس لما شاف أم سلمة مهاجرة مع ولدها الصغير ورحيم لوحدهم في الطريق هذا الوعر، رق قلبه وجاء سألها على مين، فقالت له إنها بتروح تلحق زوجها على المدينة وحكته قصتها. فجاء من شهامته قرر أن يوصلها للمدينة. عثمان بن طلحة رافق أم سلمة بين الأودية وبين الجبال الشاهقة لين ما فعلا وصلوا للمدينة. أول ما وصل على المدينة، على حدود المدينة، قال لها زوجك في هذه القرية، ادخلي على بركة الله. ثم بعدها انصرف راجعا إلى مكة. كان هذا الموقف، موقف عثمان بن طلحة، له أثر كبير في قلب أم سلمة. وبعدين بعد فترة ترى عثمان بن طلحة رضي الله عنه أسلم وصار واحد من الصحابة. وصلت المدينة، الحمد لله يا جماعة، الحمد لله يا جماعة. بس فين الرسول يا جماعة؟ هو أذن لنا طيب، بس هو فينه؟ يجي واحد يقول لك هو أذن لنا صح، بس ما جاله الإذن إنه هو يهاجر. طب فين أبو بكر يا جماعة الخير؟ لسه في مكة. طب فين عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعنا إنه مهاجر قدام قريش، ولا هم واحد. وأنت تقول إيوه، إيش كمان؟ واحد يقول لك إنه عمر راح أخذ سيفه وراح قدام الكعبة وقدام قريش وطاف وصلى ورا مقام إبراهيم وقال بصوت عالي، إيش قال؟ قال شاهد الوجوه من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. ولا أحد اعترى طريق عمر، وهو الآن جاي ومعه 20 نفر من الصحابة. أقسم بالله هيبة، هيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا تشوف كده أفواج أفواج من المسلمين جايين للمدينة، وأفواج ما بقي في مكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنه. الناس تهاجر، قريش عرفت وتوترت، يشوفوا المسلمين يهاجروا افواج وما حد قادر يعمل ولا شيء. وهم في قرارة نفسهم ادركوا ان الاسلام ما عاد صار مجرد دعوة، صار قوة يهدد وجودهم في مكة. فطلوا في بعض كذا كباريت قريش وقالوا لازم اجتماع، لازم ميتينج، لازم ميتينج. يلا فين اللوكيشن؟ اللوكيشن والموقع في دار الندوة، برلمان قريشي، لازم قرار مصيري بشأن دول المسلمين الشرذمة. وفعلا جاء وقت الاجتماع وحضر جميع زعماء قبائل قريش. متخيل انت معاهم، انت معاهم مع نفس قريشيين دول كلهم، وتشوف ابو جهل يحضر، مدري مين يحضر، واحد زعيم يحضر من الحضور، وانت متخيل انت معاهم مع قريشيين دول في الاجتماع، وتشوف مين الحضور، والله زعماء، ابو جهل، والله ابو جهل جاي. واحد من الحضور ابو جهل، اقتبلوا كل البدويين وجلسوا، جلسوا في دار الندوة. فجأة يدخل شيخ كبير، الناس كلها غلع بعض قاعدين، مين ده؟ أول مرة تشوف ده الشيخ، مين عزمه ده؟ فجأة الناس الموجودين في الجلسة قالوا له مين أنت؟ بيكلم الشيخ، ما نعرفه. قال أنا شيخ من أهل نجد، ولقد سمعت على الشيء اللي بتعملوه أنتوا الآن، اللي مقدمون عليه مع المسلمين، فحضرت معاكم عشان أسمع إيش هتقولوا، إيش أفكاركم، وأعطيكم نصيحة لعلكم تأخذون بها. فجأة قالوا له أجل، مدام نحن كلنا في الهوى سوا، بتعال حياك. ودخل معاهم وهم مو عارفين مين هذا الشخص. هذا الشخص هو إبليس بنفسه، أيوة. وبعد ما اكتمل الناس بدأ الاجتماع، أجندة الاجتماع يا جماعة الخير أفكار عشان نفرمت المسلمين، أفكار كيف ندوس على المسلمين، هذه هي أجندة الاجتماع وقائمة الاجتماع. يلا يا جماعة الخير نبي نعمل برين ستورمينج، إيش أفكاركم؟ فتكلم واحد منهم وقال يا جماعة المسلمين صح كلهم راحوا، بس محمد لسه موجود عندنا في مكة، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشوف أنه نخرجه من بلادنا ونمفيه ولا يهمنا فين نروح، وكذا نكون صلحنا الأمور. فجاء الشيخ الكبير إبليس رد وقال والله هذا الرأي ماشي، شفت كيف كلامه عسل، كلامه حلو وأسلوبه يقنع، فلو مشي على رأيك عز الله بايعوا العرب. واحد ثاني من عنده رأي ثاني، جاء واحد ثاني تكلم احسوه في مكان بعيد عن الناس، اقصد محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المكان كله حديد وقفلوا على الباب وخلاص. فقال إبليس لا لا هذا والله مو رأيي، والله لو تحبستوه زي ما قلتوا هيقول كلامه، حيوصل الكلام لأصحابه، حيجوا الصحابة حتى يتجمعوا عندنا كلهم ويخرجوا، فهذا مو رأيي غيره. هنا وقتها فرد عضلاته كبير قريش، اتكلم الكبير، كبير الكفار ابو جهل، وقال ارى ان ناخذ من كل قبيله
شابا. ايوه ليه يا ابو جهل؟ ونعطي كل شاب منهم سيف. طيب ليه يا ابو جهل؟ ويتوجه ويضرب محمد. طيب ليه يا ابو جهل؟ يضربوه ضربه رجل واحد. طيب يا ابو جهل قل لنا ليش تبى تسوي هذه الفكره؟ عشان دمه يتنثر بين القبائل، وبنو هاشم اللي هو جاي منهم محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفه ياخذوا الثار من مين. خلاص يوقف وما ياخذ ثار من احد، ويكون محمد مات وقفلنا الليله وراحت يا مسلمين، وما عاد في لا محمد ولا في عبده ولا في اي شيء. والله انت ما خلوك كبير قريش عبث. الكل وافق. فجاء اتكلم رجل الكبير ابريس، القول ما قال الرجل، هذا الراي ولا راي غيره. فوافق برلمان مكه دار الندوه، هذا البرلمان حقهم ذا القريشي، وتم الاجتماع. وعاد بعدها كفار قريش الى بيوتهم بعد ما اتخذوا هذا القرار. وقتها انزل الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جبريل النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بمؤامره قريش، وان الله قد اذن له بالخروج والهجره، وحدد له وقت الخروج وبين له خطه قريش في موضوع المؤامره. وقتها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابو بكر الصديق. زمان كان في بيت ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان في مسجد. للآن يعني المسجد موجود ودحين رايحين له، هو عبارة عن مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبو بكر الصديق في وقت أول مرة يروح له هو وقت الظهيرة، لأنه العادة النبي صلى الله عليه وسلم يروح لبيت أبو بكر الصديق يا أول النهار أو آخر النهار. تحس أبو بكر الصديق إنه في أمر مهم جدا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبو بكر الصديق: لقد أذن لي بالخروج والهجرة. أبو بكر الصديق وقتها كان مجهز لهذه اللحظة مرة من زمان، فبكى من الفرح وجاء قال: الصحبة يا رسول الله؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: نعم الصحبة. في تلك اللحظة كانت مشاعر الفرح ما تتوصف، كانت مشاعر فرح مختلطة بخوف وحماس، مشاعر مرة كثير. أبو بكر الصديق كان يبكي لأنه حيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة في التاريخ. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر يومئذ يبكي. ثم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما وجهزتهما لهذا الأمر العظيم، فاختر أيهما شئت، وإني استأجرت عبد الله بن أريقة دليلا لنا. أبو بكر الصديق مجهز كل حاجة لفترة طويلة وكان مستعد لكل شيء، ولكن في نفس الوقت كانت قريش تحضر لتنفيذ خطتهم الشنيعة. وفعلا جاءت الليلة الموعودة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمر علي بن أبي طالب إنه ينام في فراشه في بيت خديجة رضي الله عنها هنا. فبعدها جهزوا هم الاثنين خلاص كل حاجة، وعلي بن أبي طالب نايم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في نفس البيت هنا في نفس الواقع اللي قلت لكم عليها. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت خديجة رضي الله عنها، وأول ما خرج لقى الشبان اللي أمروه قريش إنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقتها كان صار فيه قاتل ومكتوب. ايش حصل وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدام الشبان يقول: هذا حنعرفه في الحلقه الجايه. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.